لي عضو لجنة الأمن والدفاع دكتور محسن السوداني، أهلا بك معنا. مرحبا بضيوف الكرام وكل السادة المستمعين وشكرا على الاستضافة. نعم، أبدأ معك من رؤيتك للمشهد حتى الآن، مشهد الانتخابات الرئاسية في تونس، كيف قيمت الساعات الماضية؟ هو من حيث المبدأ أن يتقدم إلى الانتخابات الرئاسية 26 مترشح في بلاد عربية، هذا تقليد ومشهد لم نألفه بالمطلق. أن يكون أيضا بين المترشحين وزير حكومة مباشر السيد يوسف الشاهد، وزير حكومة سابق السيد مهدي جمعة، وزير حكومة سابق أيضا السيد حمادي جبالي، رئيس دولة سابق السيد دكتور منصور مرزوقي، وبعض الوزراء الآخرين، هذا في حد ذاته حدث دال عميق مشحون بالدلالة ومثقل بالمعاني الإيجابية التي لم تعهدها البلاد العربية بالمطلق. هذا من حيث الشكل. أن يصطف هؤلاء جميعا على ثلاث مراحل في مناظرة تلفزية مباشر يشاهدها جميع التونسيين ويشاهدها العالم أجمع في مشهد أنيق حضاري يدل على أداء مدني متحضر، هذا في حقيقة الأمر شعار وتاج مهم جدا نفخر به نحن كتونسيين في الوقت الذي يقتتل فيه يتحاور فيه غيرنا بالرصاص بالاقتتال بالعنف، نحن نتحاور بشكل مدني راقي جدا 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 بغض الطرف عما يمكن أن تؤول إليه نتائج الانتخابات في هذا الاتجاه أو ذاك. هذا من حيث المبدأ، وبالتالي نحن نفخر بهذا المشهد ولنا أن نزهو به، لأنه في حقيقة الأمر في عهد قريب لم يكن بالمطلق واردا حتى لدى أكثر المتفائلين لدينا. لما توفي السيد رئيس الدولة السابق رحمه الله الباجي قايد السبسي لم تقع لا نشر آليات عسكرية ولا دبابات ولم تتوقف الحياة السياسية ولا الاقتصادية على غرار عادة ما يقع في بلدان عربية أخرى لما يموت الرئيس، بل يظل الرئيس موجود في حالة موت لمدة 15 يوم أو حتى شهر، وتقع ترتيبة أولية لنقل السلطة ويكون نقل السلطة بعملية يعني رهيبة جدا. نحن تمت عملية الانتقال بطريقة سلسة تقريبا في 4 ساعات، تسلم السيد رئيس البرلمان الأستاذ محمد الناصر السلطة وتولى رئاسة الدولة كرئيس انتقالي مؤقت بطريقة سلسة جدا جدا بحسب ما يقتضي الدستور. هذا من حيث المبدأ. طيب دكتور، يعني أنا معي في الاستوديو جمال الدين طالب الكاتب الصحفي وطيب غلوفي الإعلامي التونسي، وهناك بعض المخاوف عن تدخلات لدول عربية تحديدا لدعم هذا المرشح أو ذاك، وخاصة أن هناك مرشح ينتمي لحركة النهضة، ينتمي للإسلام السياسي، ربما يذهب للجولة الثانية وربما يصبح رئيس تونسي. أنتم في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، هل لديكم معلومات عن هكذا تدخلات من دول عربية؟ التدخلات من الدول العربية لم تعد خافية، وردت في تقارير ذات مصداقية عالية، أيضا كان لها صدى هنا حتى في الإعلام التونسي، والسيد رئيس الجمهورية السابق رحمه الله أسر أو حتى أعلن بشكل أو بآخر يعني بشكل يكاد يكون صريح اللي هو خضع لضغوطات لما تولى رئاسة الجمهورية ولما نجح في الانتخابات الرئاسية 2014، هذا لم يعد خافي. ولكن نحن شيئا فشيئا كلما تقدمنا أكثر كلما اكتسبت التجربة الديمقراطية في تونس مناعة وحصانة ضد التدخل الأجنبي المغرض، لأن التدخل الأجنبي في إطار التفاعل في إطار الحوار في إطار التشاور في إطار التعاون المشترك ضمن واقع عالمي انهارت فيه الحدود الجغرافية ولم يعد لها من معنى، لأنه الآن الطرق السيارة للإعلام، الطرق السيارة للإنترنت، طرق السيارة للفيسبوك لم تعد بين قوسين تحترم أي حدود جغرافية. هذا في إطار التعاون، نحن نتعاون مع أطراف كل أطراف المتداخلة سواء وطنيين أو إقليمين فيما بطبيعة الحال يرضي الشعب التونسي ويحافظ على سيادته وقراره السيادي وسيادة ترابه. أما مع ذلك فإنه نحن نعتقد أنه تدريجيا التجربة في تونس تكتسب مناعة قوية وحصانة قوية ضد الاختراق، سواء الاختراق بالإعلام المغرض والمشوه على غرار ما يقع من مناوشات أو ما يقع من قصف إعلامي للتجربة التونسية ومحاولة نيل من الإسلام السياسي ورموزه وشخوصه، أو حتى من التجربة التونسية بوجه عام. إحنا الاختراقات هذه أو محاولات الاختراق ومحاولة التدخل لا تخيفنا، بالعكس الشعب التونسي على قدر كبير من الوعي، ولحد الآن اليوم تجرى الانتخابات والشعب التونسي إلى حد الآن غير متيقن ممن سيكون رئيس، وهذه عندها دلالة عميقة جدا. دلالة عميقة جدا، لأنه في وقت من الأوقات والعهد القريب كان الرئيس تقريبا مع معلوم حتى قبل أن تبدأ الانتخابات الرئاسية وحتى أن يفتح باب الترشح وحتى أن قبل أن يترشح المترشحون المعنيون بالرئاسة أصلا كان معناها محسوم. الآن معناها الآن تجرى الانتخابات وإلى حد الآن بين قوسين لم يرجح اسم بشكل حاسم قطعي سواء في الدور الأول أو الدور الثاني، يعني التوقعات متعددة، وهذا عنده دلالة قوية جدا أنه التونسيون هم
سادة مصير في تقرير من يكون الرئيس. شكرا جزيلا لك دكتور محسن السوداني، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التونسي، كنت ضيفي عبر الهاتف من تونس، وأعود إليك طيب.